ربما يفرح الكثير من الجمهور، ولكن هذا ما يعنيش باللي الناس ايضا تتساءل على قيمة الفنانين تحديدا في المهرجانات الغنائية. ناصر، المهرجانات الغنائية يا قادة، الحديث يعني كل ما تجي فصل الصيف وين يكونوا مهرجانات، ولا كل ما يجيو فنانين خاصة الفنانين العرب، لأنه في السنوات هذه نشوفوا حضور الفنانين العرب، بيبدأ الحديث عن الملاير سيرتو في لابيريود بداية من 2014 مع بداية الحديث عن الأزمة المالية، زاد تقوات أكثر الحديث عن لي كاشي تكلفة هذا الفنان. احنا مشينا درنا دي ريشيرش باش نشوفوا ابوبري الفنانين العرب شحال يديروا يعني في السوق، لأنه كثير من الجزائريين يقولوا علاش دائما نفس الوجوه، لماذا ما تجيش بعض الفنانات أو الفنانين العرب المشهورين؟ أيوه، هاد الفنانين العرب المشهورين مثلا أعطاني اسم، خليني نخير انا حسين الجاسمي مثلا. حسين وشحال يدير حسين الجاسمي؟ سارة العلامة شحال يدير حفلة وحدة؟ ها شحال؟ ما باليش شحال، مليار ونص. ايوه، حسين الجاسمي يدير الحفلة الوحيدة، الحفلة الواحدة ب 200 ألف دولار، يعني 3 ملاير و 280 مليون بالدينار الجزائري. يعني حفلة قادرة تدوم 45 حتى الساعة، ساعة وحاجة، هذا هو الكاشي تاعو. يعني إذا جبت حسين الجاسمي الجزائر ودرت به أون تورني في أربع ولايات، 3 ملاير و 280 مليون ضربها في أربعة. أيضا سألوا جمعية المستهلك من بعد على هذه الأرقام تاع سمعت شوية 16 حفلة واسمه أيوة المدارس. ونفس هذا الحساب، اسكو هل يليق أننا نديروا مقابل؟ يعني الفن والثقافة أيضا عنده ثمن. هل ممكن هذا السؤال مشروع؟ يعني نقولوا باللي تبني لنا شعل من سكن، تجيب لنا شعل من حافلة، ما المفروض ميزانية السكن والحافلات وكذا وحدها، وميزانية الثقافة والفنانين قادة وحدها؟ أنا ما ندخلش روحي، بصح هذا كيجي يغني قادة، ويجي يغني ويروح واسمو لدارهم، واسمو اسمع شنو سيدي ويروح كيرا. لا بصح كاينة حاجة أنا حبيت نقولها، سيكو في هذا أنا ما نهضرش، الفنانة هي اللي تحكي. سيكو كيما قلت الثقافة تانية لازم تكون عندها ميزانيتها، وحنا أصلا على بالنا بلي الجزائر شوية ماشي مهمشة، بصح ما عندناش ماناش موجودين بزاف في لي فيستيفال تاعهم هما اللي يديروهم. واصلا كجزائر ماناش نقدر نقول بلي ماناش مقيمين بزاف، موجودين تماما ماشي برك، ماناش موجودين. شاب خالد فقط، شاب خالد وسعد ماسي اللي ممكن فوالا في البلدان الاخرى. فانا نظن انه حاجه مليحه يجيو هادو النجوم العرب، و سا مديرونج شويه كو اشاك فوا يجيو هاد النجوم يبداو حنا لاتين غير بشحال داو شحال علاش نسقسيو سارة. ولكن لما نحكيو على الفنانين ماشي يعني انه حنا نحكيو لان ضد هذا الفكره، ولكن نحكيو على القيمه الماليه، لانه اشاك فوا مثلا المره الاخيره نجوى كرم لما جات الجزائر وبدات حكايه الخمس ملاير والطائره الخاصه، حنا على هذا الاساس بنينا هاد لا ريشيرش تاعنا. محمد عبدو 200 الف دولار ايضا، يعني 3 ملاير و 200، احلام 200 الف دولار، انغام بين 130، احلام 50، احلام 5 دنانير ما نجيبهاش. لا ولكن احلام 200 الف دولار، ومن اكبر الفنانين اللي يشرطوا شروط تعجيزيه. احلام لما تجيك تفرض عليك امور بزاف، ودوك نعاودوا نشوفوا الشروط. انغام بين 130 و 170 الف دولار، يعني 278 2 ملاير و 780 مليون، مجد المهندس 2 ملاير و 460 مليون، نوال الكويتيه مليار و 640 مليون، عبد المجيد عبد الله مليار و 470 مليون، يعني راغب علامه كيف كيف 2 ملاير وكذا، صابر الرباعي 2 ملاير فما فوق، شيرين مليار و 900 فما فوق، اليسا في كل هذو اللي قلتهم قبل اليسا كان برك صابر الرباعي اللي راهو يجي للجزائر، هل اخذ 2 ملاير حقا هنا في الجزائر ام انه يتعامل مع الجزائر كوضع خاص، لانه كاين اصدقاء الجزائر صح يديروا طريف سبيسيال للجزائريين. كاظم الساهر يتعامل مع مهرجان الكويت بفاتوره ومع مهرجانات الجزائر بفاتوره مختلفه. هي كاين بعض الفنانين من بينهم صابر الرباعي، كاظم الساهر، مجد الرومي، هادو فنانين عندهم علاقه خاصه بالجزائر، حتى الديوان الوطني للثقافه والاعلام الوانسي عنده مدار يتعامل معاهم، حتى في طريقه التعامل يكون بري سبيسيال، لانه ما نساوش باللي البنك الجزائر ما يقدرش يدفع اكثر من 60 الف دولار للفنان. يعني الفنان ما يديباسيش لو بري تاعو. نجيو مثلا هذه كان قالها ايضا الاخضر بن تركي كاشكاليات لما صح
الزياده الاخرى لا الزياده تكون يتفاهموا على اساس انه ما يديباسيش 60,000 دولار والباقي كاين امور في الكواليس اللي لحد الان الوحيد اللي يعرف التفاصيل تاعهم هو البنك المركزي وإدارة تنظيم ذلك المهرجان. كاين نقطة مهمة ثاني اللي هي استغلال صورة الفنان في البلد. تعرف باللي التصوير التلفزيوني كثير من الفنانين يتنازلون عن الحقوق التلفزيونية بالرغم من أنه لما يروحوا لبلدان أخرى غير الجزائر يحطوا في العقود أنه الحفلة لما تبث في قناة عربية ياخذ حقه أيضا في عمرو دياب مثلا من بينهم وأحلام هذو الجوج اللي يتعاملوا هكذا باش نكمل برك مريم فارس 1,600,000 عاصي الحلاني 1,600,000 عبد الله رويش 300,000 ريال نانسي عجرم 1,300,000 يارا 1,100,000 أصالة ب 984 مليون يعني بورصة كانت هذه بورصة الفنان ديانا حداد نصر الاقتصادية 984 شوف هذه الأرقام إليسا كنت ذكرت إليسا سبب جدل كي راحت العنابة البلاي باك شكروا هذا هو السبب لأنه في ليبري إليسا 100,000 دولار مقارنة باقي الفنانين لو بري طايح شكروا الحفلة تاعها تكون بالبلاي باك سي بور سا تكون ماشي غالية بزاف يعني مليار وستمية احتيال كان مليار وستمية المواطن البسيط كيف مع هاد الأرقام مصطفى الزبير حاب يحكي يا ناصر أنتم ما صبحت في كوفية لأنه هو عنده رأي أنا على بالي الرأي تاعه حول الحفلات ولكن هي من المفروض تخضع إلى رخص الاستيراد أيضا هذو كاع اللي داروا ما يجيبوش يعني فنانين من الخارج رخص الاستيراد كل هذا نجيبوه هذا ما نجيبوش لازم تكون تلقائيه شوف لانه بصراحه يعني الوضع دوك واش كنت نسمع حطيتوني بين المطرقه والسنداب الاخر يهضر 200 مليون ملايير تاع الرياضه وملايير هذا تاع 4-5 ملايير يعني صراحه يعني لما نشوفه هو مليح الفن ما قلناش الفن ولا كيما يقول لك احتكاك الشعوب امر ضروري ولكن لما نشوفه نسبه الناس ولا اللي رايحين يطربوهم شحال الاقبال يعني 200 500 يتسمى كل راس يستقام له واحد المليون ولا زوج ملايين نظن باللي لابد من اعاده كل راس حيستقام له هي كان كاين اقبال ضعيف في الحفلات الاخيره تاع مهرجان الكاظم وهنالك توازن حتى السنوات الاخيره يعني هذاك البرنوس الذهبي والصوالح هذوك راحوا ما نجمش نسمعوا بهم يعني بطبيعه قطاع الفن والثقافه ماشي بالريصانه دكتور مصطفى الفن والثقافه راهي راس مال الشعوب كما قلناش العاده الناس يعني قلنا تكلفه كل انسان تم اطرابه شحال يستقام يسقام لما نقسموا المصاريف سي مصطفى ولكن مليح الثقافه كما قلت تقارب الشعوب وهذه الاسماء لما يجيك اسم من هذه الاسماء يروجوا للجزائر ولا كوجهه سياحيه نذكر ايضا ناصر مجد الرومي لما جات في منتصف التسعينيات كان البلد محاصر كان يعني لا احد ياتي الى الجزائر ربما ليغني فيها او ليلتقي بجمهورها لانه كانت مجازر وقتل ودم فمجد الرومي كتبت وصيتها لما جات للجزائر وكان امر انساني عادي طبيعي فانه مجد الرومي قامت بعمل اتجاه الجزائر لفك الحصار عنها ربما تشكر عليه لذلك هنالك ربما فنانين يجب ان نستمر في التعامل معهم من هذا الباب قد يعني ربما لابد ان ناخذ بقاعده لا ضرر ولا ضرار يعني معليش إذا لابد من تكون هنالك ثقافة لابد يكون هنالك احتكاك لابد يكون هنالك ترويج ولكن بأقل التكلفة يعني علاه لأن التكلفة الحالية واحد عنده صرة لازم يعرف كيف يقسمها مثلا أنا نعطي المهرجانات هذه نعطيه واش راك تهضر هذه أسماء كاين بعض المستشفيات ما فيهاش الأدوية يا أخي الكريم إلا الإنسان يعرف كيف يتسير شوية هو باش نبقاو في الثقافه هذه الاسماء كاين اسماء اللي ما جاتش الجزائر وما يقدروش الديوان الثقافه والاعلام او المؤسسات الثقافيه ما تقدرش تدخلها للجزائر يعني ودير بها مهرجان لانه لو شيفر تاعها كبير بزاف وما نساوش انه الخليجيين هم اغلى الفنانين وهما ايضا اللي غلاوا السوق تاع الفنانين هذه الارقام هذه تلقاها في الحفلات الخليجيه يعني هما اللي طلعوا لابار تاع الفنانين هادو ما نساوش حاجة أنه مادام الثقافة يعني مادام الدولة داخلة في الثقافة يعني هي اللي متمسكة لو مونوبول تاع المهرجانات الثقافية. وكم تخصص الدولة لهذه المسكينة الثقافة؟ 0.01% من الميزانية العامة. نعم ولكن معناتها هذا الملايين اللي رانا نحكوا عليها هادو
ما تجيبهمش الجزائر، هادو فنانين ترفض الجزائر التعامل معهم لأن كلفتهم غالية. غالية. ولكن كل هؤلاء اللي راهم يغنوا في المهرجانات الآن، حتى اللي فنانين محليين، يعني ما المفروض يشتغلوا لأنه أيوة. مصدر دخلهم، فهؤلاء أيضا يعني إذا حسبت النسبة هي قليلة جدا. قليلة جدا يعني لو كاشي 15 مليون بالمقارنة مليون. مع ميزانية قطاع الصحة اللي راهي تذهب هكذا وهكذا، ما تروحش للأجهزة السكانير والأدوية. ولكن الثقافة ليس طرف فقط. قل لي أنت في العشرية السابقة شحال من شاعر جابوه إلى الجزائر؟ من شعراء الكبار مثلا، شحال من رصة معروف مثلا، شحال من محافظة دارو، شحال من مسرحية يعني. احنا الشعبويه ولينا التقافية. ولينا ثقافه طرب مغني ميكرو ولا سين. خلي نزيد نكمل ليدي هذه برك باش نبقاو في التجاره وفي الاقتصاد كما قال هكذا. انه هاد الفنانين مليح كما قلنا انه لما نجيبوهم، ولكن ما تتبناش الدوله هذه المهرجانات، هذه المهرجانات لانه الدوله الجزائريه مشات في انها تحتكر تأنيف الخسارة. أنا اللي ننظم وأنا اللي نخلص من الخزينة العمومية. نشوفوا في الدول المجاورة، ناخذوا قرطاج مثلا ولا ناخذوا موازين، شوف باش يدخل مواطن ولا سائح المهرجان قرطاج لازم يخلص إذا كان الحفل لطفي بوشناق بين 11 و 27 دولار، يعني بين 180 ألف وبين 440 ألف للتيكي. سميرة سعيد مثلا بين 440 و 730 ألف للتيكي، بين نجوى كرم بين 360 حتى ل 590 ألف، الشاب خالد بيان سور الجزائري اللي داير لو سوكسي تاعو في الوطن العربي وحتى عالميا باش تدخل تفرج بين 360 ألف حتى ل 730 ألف يعني بالدينار الجزائري. ثم ارقام كثيره يعني لو بي هذا المهرجانات تشابوطيهم الدوله، لكن اللي يخدموا في وسطهم هما ديبواط اللي على باله انه راح يبيع ويشري، يجيب فنان حتى ب 10 ملايير لكن راح يرد المدخول تاعو من خلال دخول تاع الفنان. هزوا موازين مثلا. حاجه المليحه ايضا فيما يخص دفع ليبي التذاكر انه يليق تكون كاينه ثقافه مختلفه عند المستهلك الجزائري في انه يدفع للنشاط الفني والثقافي ولا يتعامل معه على انه نشاط مجاني فقط. لانه علاش ندفع انايا تذكره في اسطاد باش نروح ما نتفرج والو يعني ماتش وكانه راك تعرف ياسين، وندفع ونبقى ليبي من 10 تاع الصباح حتى ل 6 تاع العشيه. من 6 تاع الصباح في حين انه دائما نقول باللي الثقافه باطل علاش يعطونا بورتو، هي مبالغ رمزيه. وحتى قاد الغريب جدا الغريب انه فنان مثلا لما يمشي يتفرج اون بياس تياترال تاع فنان تاع فرقه مسرحيه ولا فنانين اصدقائه، ما يمشيش باش يخلص تيكي، يدوموندي الحاجه الاولى يا انفيتاسيون يا يجي داخل ويقول له ما عرفتنيش انا. وكانه هذه راح تخدم الثقافه. نعاود نولي لك الموازين المكلاسي بارمي العشر مهرجانات على في العالم، من بين المهرجانات العشره موازين، شوف التكاليف تاعو، يعني باش تدخل برك كاين شحال من منصه، من 64 دولار حتى ل 127 دولار، هذه في مثلا منصه السويسي، فضاء النهضه هذا ب 520 بالدينار الجزائري، يعني شوفوا ارقام توصل حتى ل 10 ملايين، حتى ل 10 ملايين يدفعها طبيعه النجوم المشاركين في موازين نجوم عالميين صف اول. لما تدفع 10 ملايين باش تدير الجولد كارد البطاقة الذهبية باش بينما اللي ماش تشوف باريزا سطايسية مع احترام باريزا طبعا. وهي سكي دوماج سمحلي سكي دوماج سكو ما عندناش حنا فنانين تاعنا بزاف اللي كيروحوا لهذا العالم العربي ولا لهذ المهرجانات يخلصوهم هذ لي بري اللي كنت تحكي عليهم 4 ملايين و5 ملايين اللي تهضر عليهم. عندنا غير شاب خالد جوستومون، عندنا غير شاب خالد اللي كيروح للعالم العربي ولا سان انترناسيونال يدي هذ لي بري. حنا كنا ماذا بينا كون جاو عندنا فنانين مغنيين اللي كون غير جاو عندنا خمسه والاسامي اللي كيديهم يعطيهم هاد لي بري كانت الجزائر تطلع بهم. صح صح. صدق بغيت ندخل روحي في حاجه. تفضل. انا كنت في الاردن ودخلت واسمو جرش. مهرجان جرش. بصح كاين حاجه، دخلت باسكو جا البوس حتى الاوتيل داك على الناس، كي لحقنا تما دخلنا ما شفتش بالك 200 ميل ولا ان بو موان بو بلوس، تشوف الداخل كيفاش نظيفه كيفاش كذا كيفاش واسمو تقوم بك. بون انا جاب لي ربي كي تروح الكازيف شوف السي محمد الا ما لحقتش مع الاولين صح راك ما تدخلش،
هذا الا ما ضربوك شو اسمه عند الباب اي بيان سي ومعك العائلة الثقافه هي كل شيء، هي كل هي سيتانتو ما تقدرش سيتانتو الناس يديروا الترونسبور اسكو دوكا كامل يديروا في الكازي. احنا مهرجان جميله العربي وانا نحيي الاخضر بن تركي لانه في توجه عروبي الى تاسيس بعض المهرجانات. مهرجان جميله العربي مازال حتى الان ما فصلوش وين يديروا، هل في المناطق الاثريه تاع جميله ام في مسرح عادي، يعني يدخلوا بزاف ايضا اطراف تسيس الموضوع، بالرغم من انه الثقافه كل ما تختلط بالسياسه وبالمواقف الايديولوجيه كل ما فسدت، لانه الثقافه هي لغه عالميه من المفروض تخاطب المشاعر والانسانيه وليس المصالح الضيقه. نعم، وحتى هذه المهرجانات في الجزائر مادام بعقليه تسير بعقليه السوسيال، يعني المحاباه السوسيال هي سوسيال على بالك هما مضطرين، لانه كاين فنانين يليق يخدموا، فلونسي مثلا يليق يحط قائمه فيها كاع الناس وهو يشوف الا يعمر القاعه ولا لا. ولكن هو يستدعي، لانه كون ما يستدعيش يقولوا اقصاء وانا عندي غير الغنى اللي نقدم فيه وكذا. ولكن كاين سيرتو الاصوات المحترمه، لانه الاصوات الاخرى ما يشتعاني عندهم في سهره في كباريهم يدوا الملايين 30 يعني. مليون 40 مليون مانيش حاضر انا سمعت برك. طيب خلاص النشره الاقتصاديه ولا الاقتصاديه الثقافيه كما قلنا، واش هي كاين هذا الفنانين لما يجيو فنانين يشرط عليك مثلا بين المشاكل اللي يعاني منهم مثلا اللوانسي، بعض الفنانين يقول لك انايا الصالير الكاشي تاعي 50% تبعتها لي قبل ما نوصل الجزائر. الحاجه الثانيه انه هذا الفنان لازم يجي جات سات، لازم يكون لا كلاس، سياره فخمه ويجي في طائره خاصه ويجي، لازم مثلا تديه الولايه تقول له تغني في تيم قاد، يقول لك تيم قاد فيها 5 ايطوال، تقول له ما كان 5 ايطوال تبات في العاصمه ولا في قسنطينه وتدخل هذو اللي ما بشي يجوا. لا لا يعني. هذو اللي ما يجيوش لانه شروط تعجيزيه. من بين ايضا الشروط نفس انه الشروط اللي يستقبل فيها في الكويت ويستقبل فيها في دبي ويستقبل فيها في نفس، ولكن في الجزائر تحوس على روحك انت في ولايه هذيك على ما عندكش هذاك الاوتيل وعلى ما عندكش هذاك المرافق وعلى ما عندكش سماها خلاص ماشي على الاستغلال ما عندكش الاستغلال وزيدين قطع الماء 12 تاع الليل فهمتي، وزيدين قطع الماء وسبحان الله في الوقت ما درنا والو. ولكن هذه مليح انه هذا النجوم انا باش نلخصوا ايوه انه ماشي مشكل غلاء هذا النجوم ولا الشروط اللي يرضعوها، المشكل غلاء الدولار بارابور للدينار وسقوط سعر الدينار، هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه غياب المرافق هي المرافق هذه ماشي ناس الفن هذه دولار يدير 164 وشحال دخله في الكازيف؟ دخله في الكازيف انا قلت لك عمي دخلني معاك تمشي لانه انت مش معاك ما عرفتنيش ليك.